مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. أهلا بكم سيادة العميد. بداية، المتحدث باسم ميليشيا العصائب وقائد ميليشيا سامراء قال إنما جرى في الدجيل قضية عشائرية بحتة لا تحمل خلفية سياسية. إذن لماذا عشائر خزرج هاجمت مقرات العصائب ومجلس محافظة صلاح الدين طالب بخروج الميليشيات كافة؟ حياك الله استاذ محمد. أنا وسهلا. اليوم باتت الصورة واضحة والغايات مكشوفة ومعلنة، وسقطت كل الأقنعة عن الوجوه المتسترة بغطاء الطائفية والمذهبية. جريمة الدجيل وما سبقها وما سيأتي بعدها دلالة واضحة على النهج الإرهابي لهذه المجاميع الهجينة اللي تسللت وتوغلت وتغولت في المجتمع العراقي. لتتسيد عسكريا وامنيا، واليوم في طريقها للسياده السياسيه عن طريق اسلوبه الانتخابات. فهذه الجريمه، جريمه التجيه التي ارتكبت بحق اهالي عشيره خزرج من وجهاء وشيوخ عشائرها، بندت جميع الاكاذيب التي سوقتها هذه الميليشيات طيله السنين الماضيه بانهم يدافعون عن المذهب وعن الدين وغيرها. يتضح اليوم للجميع بأن هذه الميليشيات هي أداة هي ذراع الإرهاب الأول خامنئي. لذلك ما حدث في الدجيل هو دليل على غياب الدولة والقانون والمؤسسات العسكرية والأمنية، وليس فقط المتحدث باسم العصائب وصف بأنها نزاع عشائري، بل الأدهى من ذلك قائد عمليات سامراء بصفته كقائد عسكري يقول هنالك نزاع عشائري متناسيا قتل هؤلاء والهجوم من قبل عشيرة خزرج على مقرات العصائب واحتلال مراكز الشرطة في قضاء الدجيل من قبل هذه سيادة العميد. مجلس محافظة صلاح الدين هو جهة تابعة للدولة، أي جهة حكومية، طالب بحصر السلاح بيد الدولة وحذر من انهيار أمني بالمحافظة إذا بقي السلاح منفلتا. طيب، أليست ميليشيا الحشد مؤسسة أمنية وفق تشريع البرلمان؟ فلماذا يطلب حصر السلاح بيد الدولة؟ أخي، أولاً أكذوبة حصر السلاح بيد الدولة الجميع ينادي بها سواء بالمنطقة الخضراء أو مجالس المحافظات أو غيرهم من السياسيين. هذه أكذوبة. اليوم لدينا منظومة ميليشياوية تحكم العراق، هذا الواقع. الجميع الأحزاب الموجودة وخاصة المرتبطة في إيران لديها سلاح منفلت. لذلك لا مجلس محافظة صلاح الدين ولا محافظها ولا ما يسمى رئيس سلطة المنطقة الخضراء قادر على التحكم أو لجم هذا السلاح المنتج. هذا السلاح هو أداة عراقية ميليشياوية إدارتها من قبل إيران. لذلك الجميع لا يمكن أن يسيطر على هذه الميليشيات. اليوم سلاح الميليشيات أقوى من سلاح ما تسمى بالدولة. اليوم لا توجد لدينا دولة، وهذا ما تم اكتسابه منذ احتلال العراق إلى يومنا هذا. بالحديث عن الدولة سيادة العميد، حتى هذه اللحظة وبالرغم من كل ما جرى في الدجيل من مقتل العقيد بالشرطة واختطاف شيوخ العشائر وقتلهم والمواجهات بين عشيرة خزرج وبين العصائب، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر بيانا حكوميا عما جرى في الدجيل. ما الأسباب؟ أخي، الأسباب واضح. لا توجد لدينا حكومة ذات سيادة. لدينا هنالك مشروع إيراني في العراق، وهو إبقاء العراق خارج منظومة الاستقرار الأمني والمجتمعي. لذلك عندما يتم استهداف الدولة ويغيب القانون سوف تنتشر الجريمة ويسود الإرهاب ويستهدف السلم الأهلي والأمن المجتمعي. وأصبح العراق اليوم يعيش في ظل نظام ميليشياوي تمثل الجريمة له عقيدة ونهج وسلوك. طيب، هل وصل المجتمع الآن إلى نقطة أن ميليشيا الحشد التي أسستها المرجعية للدفاع عن المجتمع باتت هي المهدد الوحيد ربما للمجتمع، والمطالبات هناك بإخراجها ونزع سلاحها هو أصبح أولوية ملحة بالنسبة للعراقيين؟ أخي، هو ليس أولوية بل هو حالة مفروضة. ميليشيا الحشد توصيفها عبارة عن مجاميع خارج عن القانون، وإن شرع لها قانون خاص في غفلة من الزمن. فالبعض من هذه الفصائل الميليشياوية تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولي، لكن في العراق تم إعطاء الحصانة القانونية الحكومية والإسناد والدعم المذهبي وفق أكذوبة الجهاد الكفائي. لذلك العراق تحت سيطرة
وسلطه ارهاب دوله تستهدف المجتمع والوطن. العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، نشكرك شكرا جزيلا.